مستشفى شهداء الأقسام رأس العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك معنا. عبد الله، استهدافات لا تتوقف على خان يونس وأيضا دير البلح، هناك سقوط عدد من الشهداء أيضا، ضعنا في آخر الحصيلة تحديثات الوضع بشكل عام. مرحبا أحمد. بالفعل وسط قطاع غزة وتحديدا مستشفى الشهداء الأقصى استقبل منذ الصباح 4 شهداء، بينهم شهداء استشهدوا في شرق دير البلح وسط القطاع بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في هذه المنطقة الشرقية من دير البلح وسط القطاع. أيضا تمكن المواطنون من انتشال جثامين أحد الشهداء من مدينة الزهراء في وسط القطاع، وذلك بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ولم تسمح للطواقم الطبية من الوصول إليه. تمكن المواطنون من انتشاله وإحضاره إلى هنا عبر عربة تجرها حيوان إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. كذلك الحال في جنوب القطاع، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية في منطقة خان يونس. حتى هذه اللحظة لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في المنطقة الغربية من المدينة، وكذلك محيط مجمع ناصر ومنطقة حي الأمل، حيث تتواجد مقر جمعية الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يوازي ذلك أيضا عملية استهداف شهدتها منطقة خان يونس الساحلية، حيث استشهد صيادين فلسطينيين خلال عملهما في البحر، وذلك جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وزوارق البحرية الإسرائيلية أميران باتجاه قوارب الصيادين بالقرب من الشاطئ، وتم استهدافهم بشكل مباشر واستشهد الصيادان. في مدينة غزة وشمال القطاع، يواصل أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في منطقة حي الزيتون في شرق المدينة. حتى اللحظة نتحدث نحن عن استمرار في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولا زالت حتى الآن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في قلب حي الزيتون في شرق مدينة غزة. الآليات تتواجد في منطقة دولة ومنطقة شارع رقم 8 وشارع رقم 10، وأيضا أحياء منطقة الزيتون في منطقة شارع صلاح الدين. كل هذه المحاور تتمركز فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية، تجري عمليات تمشيط وتفتيش لمنازل المواطنين، وكذلك عمليات تدمير للبنية التحتية واعتداءات مستمرة ومتواصلة. في الشمال أيضا وبالتوازي مع هذا المشهد التصعيدي الكبير، يوازي هذا المشهد مشهد آخر وهو المشهد الإنساني الصعب. اليوم تقول المصادر المحلية هناك أحد المسنين قد توفي جوعا جراء الجفاف الذي أصابه في تلك المنطقة الشمالية، وهذا مؤشر على سوء الحال الذي وصل إليه المواطنون هناك جراء نقص السلع الغذائية والسلع الأساسية وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى سكان شمال قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الأوضاع الإنسانية هناك صعبة جدا، المنظومة الطبية في أسوأ أحوالها في شمال القطاع، لا وجود لمشافي تعمل بالشكل المطلوب، وإن نجحت بعض المشافي في العمل فإنها تعمل بطاقة جزئية جدا، لا تستطيع خدمة الجرحى أو خدمة المرضى نتيجة العجز في المستلزمات الطبية، وأيضا منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المشافي والمراكز الطبية بشكل كامل، وهو ما انعكس بشكل خطير على الواقع الصحي لحياة المواطنين في شمال القطاع. كذلك الحال في جنوب القطاع في مدينة رفح أحمد، نتحدث عن تكدس العدد الأكبر من النازحين، خروج مجمع ناصر عن الخدمة وخروج معظم المشافي عن الخدمة بلا شك وضع حياة هؤلاء المواطنين في خطر شديد. حتى اللحظة نحن نتحدث عن سكان منطقة جنوب قطاع غزة بلا غطاء طبي حقيقي، وفقط ما بقي يعمل هي مراكز طبية في مدينة رفح، وهي مراكز صغيرة غير مؤهلة لاستقبال هذا الكم الكبير من المواطنين، وكذلك مستشفى غزة الأوروبي الذي فقط يعمل بطاقة محدودة وبعيد نسبيا عن قلب المدينة أو عن مدينة رفح، ناهيك عن الظروف الأمنية التي تحيط بالمجمع واقتراب الآليات الاحتلالية الإسرائيلية من تلك المنطقة، وهو ما شكل خطورة كبيرة على أداء وعمل المنظومة الطبية في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك من مستشفى شهداء الأقصى مراسل العربي عبد الله مقداد، شكرا لك.